دخل بتركيبه نفسه وحوله هو الى فري راديكال. اذن اما يكون اديشن يجي هذا الفري راديكال يروح المركب طبيعي ويصير يدخل ضمن تركيبه نفسه وبس يبقى المركب الجديد هو اهم فري راديكال. زين اذن الاديشن فري راديكال يروح المركب ويدخل ضمن تركيبه ويكون فري راديكال ثاني. او هيدروجين ابستراكشن، يعني هذا الفري راديكال هو مو بي الكترونات منفرده، فشن ينتزع ممكن اما ينتزع الكترون او ينتزع هيدروجين. فهذا الفري راديكال راح لهذا المركب اللي بي هيدروجين انتزع منه الهيدروجين فهو تشبع صار ار اتش اختفى الفري، بعد ما يعتبر هسه هذا اختفى ما صار فري راديكال. الار اتش مركب طبيعي تشبع لان هذا الالكترون المنفرد اللي كان بي من اجا هيدروجين عادله، الهيدروجين هم بي الكترون فيصير يتحول من منفرد الى مزدوج. لكن هذا ال اتش من فقد ال اتش بقى بس ال صار فري راديكال. يعني كلتا الاحوال او كلتا الحالتين هو فري راديكال صار، الاصلي اختفى. يعني هذا الفري راديكال الاصلي صح من استلم هيدروجين صار ار اتش مشبع مو فري راديكال، لكن هذا ال اتش من فقد صار فري راديكال ال. مرات هسه هاي هيدروجين ابستراكشن يعني ينتزع هيدروجين، مرات ينتزع الكترون يروح هذا الفري راديكال الى هذا المركب ينتزع منه الكترون، يعني داخل تركيبه اكو الكترون انتزع منه هذا الالكترون السالب انتقل اليه فهو تشبع تشبع يعني راح مو فري راديكال لكن تحول الى ايون سالب. فري راديكال استلم الكترون زايد صار ايون سالب، هسه هذا ايون سالب لكن شنو؟ لكن هو مو فري راديكال لانه من استلم الكترون سوى ابستراكشن تشبع الالكترون لكن هو ايون سالب. وهذا ال RnH2 هذا المركب الاصلي من فقد الكترون 100% صارت بشغلتين، فقد الكترون صار ايون موجب، صار ايون موجب ولان فقد الكترون اكيد واحد من الالكترونات الباقية عنده صار منفرد فصار فري راديكال. هذا هو اللي دا يصير في الار، راح للار ان اتش 2 انتزع منه الكترون هو راح مو فري راديكال لكن صار ايون سالب، وذاك المركب الطبيعي صار شغلتين بي هم شحنته موجبة وهم هنا صار فري راديكال بي الكترونات. زين اما التيرمينيشن انه فري راديكال ويا فري راديكال، اذا فري راديكال ويا فري راديكال واحد يشبع الثاني، واحد يسوي استقرارية للثاني فتنتهي يرتبطون بآسرة تساهمية فراح بعد ماكو. إذا هسه لحد الآن هذا التفاعل الوحيد من عندهم اللي بالنهاية ماكو فري راديكال. التيرميني إذن الإديشن والهيدروجين أبستراكشن والإلكترون أبستراكشن كلهن أكو بالنهاية فري راديكال، أكو بالنهاية فري راديكال. لكن التيرمينيشن إنه إذا فري راديكال ويا فري راديكال صار شنو؟ صار مركب طبيعي ما بي أي مشكلة. أما disproportionation اللي دي يصير إنه شنو هالتفاعل؟ هذا فري راديكال وهذا فري راديكال CH3 CH2 CH3 CH2، هنا شنو؟ مو تيرمينيشن، هنا ديس بروبورشنيشن رياكشن اللي هو انه ينتقل هيدروجين هنا من هذا الى هذا. زين فهذا يتشبع CH3 CH3 وهذا اللي بقى ما يصير فري راديكال بالحقيقة وانما يكون عصرة مزدوجة. زين إذن دائما إذا فري راديكال ويا فري راديكال، شوف دائما إذا فري راديكال ويا فري راديكال يتفاعلون الناتج ماكو أي فري راديكال. تيرمينيشن هم اثنيناتهم يتحدون، الديس بروبورشنيشن إنه شنو هذا CH3 CH2 CH3 CH2 اللي هو اثنيناتهم فري راديكال
واحد يعادل الثاني بطريقة يصير تفاعل بيناتهم بحيث ينتقل هيدروجين منه. هذا يتشبع وهذا صح هو فقد هيدروجين بس لأن هو أصلا فري راديكال، فمن فقد إلكترون ثاني فالمتبقية راح تكون آسرة تساهمية مزدوجة فتعادل هالسالفة، فبحيث ماكو أي إلكترون منفرد. يعني كل اللي المطلوب نفهمه منه إنه كل التفاعلات سواء إديشن هيدروجين أبستراكشن إلكترون أبستراكشن أكو بالنهاية فري راديكال، يبقى تيرمينيشن وديس بروبورشنيشن راح تكون ماكو فري راديكال بالنهاية. الإندوجينس سورسز أوف رياكتيف أكسجين أن رياكتيف نيتروجين سبيشيز. بالمناسبة طبعا هاي بيها حذف، أكو هاي المحاضرة بيها هواي حذف سلايدات حذف، فأكيد ما راح نشرح الحذف حتى ما تصير داخل، لأنه هم من المحذوفات صراحة مزعجات بشكل يعني. فراح نشوف إن السورسز مرات من الميتوكوندريا، يعني مين ممكن أحصل الفري راديكال؟ مرات من الميتوكوندريا عن طريق سلسلة نقل الإلكترون، وراح نشوف الإلكترون ترانسبورت تشين ترانزيشن ميتال الميتالز مثل ما حكينا، هي ترانزيشن ترانزيشن ميتالز إلها يعني قابلية على الأكسدة بشكل كلش كبير، فممكن تنتج فري راديكلز أصلا موجودة بالسيتوبلازم ترانزيشن ميتالز. اللايسوسومز اللي هي الجسيمات الحالة، طبعا الجسيمات الحالة كلش تحتاج فري راديكلز، هي أصلا لازم تنتج لأن الجسيمات الحالة بها دايجستيف إنزيمز. واحدة من الطرق اللي أنت تسوي دايجستشن للمواد هي عن طريق الأكسدة، فلازم بيها فري راديكل حتى تأكسد مثلا، هنا تأكسد مثلا بكتيريا، تأكسد البكتيريا حتى تتخلص منها، يعني killing the bacteria by oxidation. فبيها ما يسمى بالمايلوبيروكسيديز، زين، اللي هي وظيفتها الفاغوسايتوسز يعني الأكل الخلوي للبكتيريا حتى تتخلص منها. فاللايسوسوم، الاندوبلازميك ريتيكولوم اللي يسموها مايكروسومال اوكسيديشن بيها همين اكسد دائما حتى تكون رياكتيف اوكسجين سبيشيز نيتروجين سبيشيز، يعني الفري راديكلز لازم عندك اوكسيديشن مايكروسومال اوكسيديشن. ايضا الفلافو بروتينز لها دور كبير بالاكسده، وايضا السيتوكروم بي انزيمز، السيتوكروم بي انزيمز همين كلها هاي عمليات اكسده، ذوله فلافو بروتين سيتوكروم بي انزيمز مايكروسومال اوكسيديشن عمليات اكسده ممكن تنتج فري راديكال. بالسيتوبلازم هم نلقى ترانزيشن ميتال مثل ما حكينا، ونلقى ممكن هذا الانزيم الزانثين اوكسيديز، اذا تتذكروا هذا الانزيم الزانثين اوكسيديز اللي من خلاله ينتج اليوريك اسيد، وراح ناخذ هسه بالتفصيل ونشوفه، همين ممكن ينتج رياكتيف اوكسجين سبيشيز. وايضا عندك بالسيتوبلازم القى الان او اس ايزوفورمز. شنو الان او اس؟ هو النيتريك اوكسايد سينثيتيز، احنا مو قلنا واحد من الفري راديكال هو النيتريك اوكسايد ان او، فالنيتريك اوكسايد سينثيتيز الانزيم اللي يصنع النيتريك اوكسايد موجود بالسيتوبلازم نيتريك اوكسايد سينثيتيز. البيروكسيسومز زين هاي كلها عضيات همين بيها أوكسيديز وفلافو بروتينز تحفز عملية تكوين الفري راديكلز. بالبلازما ممبرين عندك اللايبو أوكسيجينيز والبروستاغلاندين سينثيتيز، إذا تتذكرون هاي ما أخذيها بالنبدأ، اللايبو أوكسيجينيز والبروستاغلاندين سينثيتيز هي الإنزيمات اللي تكون ما يسمى بالإيكوسينويد، إذا تتذكرون بمحاضرة الإيكوسينويد بالليبيد اللي هي تكون بها البروستاغلاندين وتكون الليوكوترين، زين، يعني ذن إذا تذكرون البروستاغلاندين PGI2 مثلا، الليوكوترين مثلا B2 هيتشي، هذول اللي هي إذا تذكروها بالبلازما ممبرين بالليبيد الموجود بالبلازما ممبرين عن طريق انزيم اللايبو أكسجينيز بروستاغلاندين سينثيتيز راح همينا ممكن تكون فري راديكلز وناد بي اتش اوكسيديز انزيم همينه بالبلازما ممبرين. زين هسه نبدي كمايتوكوندريا راح ناخذها. الميتوكوندريا مثل ما تعرفون اذا تذكرون الميتوكوندريا تصير بها سلسله نقل الالكترون،
السلسلة نقل الإلكترون. إحنا نعرف إن الميتوكوندريا عبارة عن ماتريكس، هاي الماتريكس زين، وأكو شنو أكو هذا إنر ممبرين، إنر ممبرين، وهذا الأوتر ممبرين، وهذا هو الإنر، إنر ممبرين. هسه ليش دا أسوي هيجي؟ بس ثواني، هذا الإنر زين. إذن هذا هو الأوتر وهذا الإنر، وبيناتهم هذا السبيس بيناتهم سميناه الإنتر ممبرين سبيس زين. هذا الإنتر ممبرين سبيس بيناتهم، إذا تتذكرون بال سلسلة نقل الإلكترون كانت بها كومبلكس، هذا الكومبلكس الأول، هذا الكومبلكس الثاني، هذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الكومبلكس الرابع. فراح نشوف انه كل كومبلكس اللي تسميه، وهو وكل كومبلكس ممكن يكون فري راديكال. هسه راح نشوف شلون. هسه الكومبلكس الاول، كومبلكس رقم واحد اللي هو هذا، شو اسمه، ناد اتش دي هيدروجينيز، حتى التسميه اخذناها ناد اتش دي هيدروجينيز. هذا الناد اتش دي هيدروجينيز ممكن ينتج يعني فري راديكال اللي هو هذا، هذا هو الفري راديكال السوبر اوكسايد. طبعا هذا الناد اتش دي هيدروجينيز موجود بالإنر ممبرين، هذا الإنر ممبرين موجود بالإنر ممبرين بالإنر سايد مالته. إذن بالإنر ممبرين بالإنر سايد أوف إنر ممبرين، أو يعني هو شنو القصد؟ أي إنه الناد إتش دي هاي الكومبلكس ون هذا موجود بالإنر ممبرين، راح ينتج بالإنر سايد هنا بال يعني الجزء الداخلي مالته ينتج هذا الفري راديكال. إذا الكومبلكس الأول ينتج فري راديكال اللي هو يا هو دائما الفري راديكال اللي جاي ننتجه من الإلكترون ترانسبورت تشين هو هذا السوبر أوكسايد. شو إحنا سالبه وين نقطة صغير ما مبين. الكومبلكس الثاني اللي هو يسموه سوكسينيت دي هيدروجينيز هم بالإنر ممبرين بالإنر سايد هم يعني نفس الشيء. الكومبلكس الثالث، الكومبلكس الثالث يسموه يوبيكوينول سايتوكروم سي ريدكتيز اللي هو هاي الكوينون سايكل، يصير بيه الكوينون سايكل. هاي الكوينون سايكل هو موضوع كامل يعني ما نريد ندخل بالميكانيزم مات يعني ما داخله. المفروض تنأخذ ويا الالكترون ترانسبورت تشين، ومحاضرة الالكترون ترانسبورت تشين انحذفت اللي هي آخر واحدة بالحقيقة انحذفت. مجرد انه نعرف انه هذا الكومبلكس الثالث اللي هو عبارة عن يوبيكوينول سايتوكروم سي ريدكتيز راح ينتج، شوف هذا ينتج مرتين، ينتج بالانر سايد وينتج بالاوتر سايد. فالكومبلكس اثنين ينتج بالانر ممبرين انر سايد وبالانر ممبرين بالاوتر سايد، يعني بالجزء الداخلي من الانر ممبرين اللي هو هذا، والجزء الخارجي من الانتر ممبرين اللي هو هذا. صارت خربطة بس اتمنى انه دي توصل الفكره. يعني بدنا نلاحظ انه ذول الكومبلكس الاول بالانر ممبرين وبالانر سايد دي ينتج، هنا نفس الشيء بالانر ممبرين وبالانر سايد. الكومبلكس الثالث بشغلتين، دي ينتج بالانر ممبرين بالانر سايد وبالاوتر سايد اوف انر ممبرين. لذلك قال الكومبلكس الثالث يوبيكوينول سايتوكروم سي ريدكتيز مرتين ذكره، بالانر ممبرين انر سايد وانر ممبرين اوتر سايد. زين إذا دول الكومبلكسز اللي ممكن يكونن، هاي شنو صار. زين إذا الكومبلكس الأول الثاني الثالث الرابع ما يكون. إذا الكومبلكس الأول من الإلكترون ترانسبورت تشين الأول والثاني والثالث بجزئي الإنر والأوتر يكونن، لكن أكو همينة ممكن ميتوكوندريال أكو يسموه إكسترنال نايد إتش دي هيدروجينيز، هذا إنزيم external NAD HD hydrogenase موجود وين؟ بالإنر ممبرين أيضا بالأوتر سايد، بالأوتر سايد مع الإنر ممبرين همين، هذا بالخميرة موجود باليست همين، ممكن ينتج free radical. زين و أكو بالماتريكس هنا هسه خلينا نشوف. هذا هم من غلايسر غلايسروفوسفات دي هيدروجينيز، انزيم مجرد انزيمات واسماها
يعني جلايسيرول فوسفات دي هيدروجينيز هم بالانر ممبرين بالاوتر سايد ممكن ينتج دي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز انزيم موجود بالماتريكس ممكن ينتج. يعني ذني ان شكو انزيم موجود بالميتوكوندريا ممكن ينتج فري راديكلز. عرفنا الالكترون ترانسبورت تشين ذني الكومبلكس الاول الثاني الثالث، وهسه اكو انزيمات ثانيه موجوده بالميتوكوندريا ممكن تنتج اللي هو الاكسترنال ناد اتش بالانر ممبرين بالاوتر سايد واللي جلايسيرول فوسفات دي هيدروجينيز انر ممبرين اوتر سايد، وعندك الدي هيدرو اوروتيت دي هيدروجينيز موجود بالماتريكس، والمونو امينو اوكسيديز موجود هذا بالاوتر ممبرين انر سايد بالاوتر ممبرين. مجرد شغله تحفظ اخوان، لا شغله الشرح ولا هاي صراحه. يعني راح اذا نلاحظ انه الانر اكو انر ممبرين والانر ممبرين بجزء داخلي وجزء خارجي. اذا نلاحظ انه بالجزء الداخلي من الجزء الداخلي من الانر ممبرين هن ياهن اللي ينتجن كومبلكس الاول الثاني الثالث انر سايد اوف انر ممبرين، الكومبلكس الثالث بي ايضا جزء اوتر سايد، الاكسترنال ناد اتش ايضا اوتر سايد، جلايسيرول فوسفات هم اوتر سايد، كل الانر ممبرين. الدايهيدرو اوروتيت راح نشوفه بالماتريكس، والمونو امينو اوكسيديز بالجزء الخارجي اوتر ممبرين لكن بالانر سايد بالجزء الداخلي من الاوتر ممبرين. مجرد شغله تحفظ ذا نيس سورسز ميتوكوندريال سورسز. البيروكسيزوم، البيروكسيزوم اذا تتذكروها اخذناها بالليبيد، اللي هي بالليبيد دور انه الفاتي اسيد اللونج تشين. احنا نعرف انه الفاتي اسيد اكو شورت تشين واكو ميديوم تشين واكو لونج تشين واكو فيري لونج تشين. اغلب الفاتي اسيد يصير لها الاوكسيديشن البيتا اوكسيديشن بالميتوكوندريا، اوكي اذا تتذكرون بيتا اوكسيديشن. لكن اذا تتذكرون اخذنا الفيري لونج تشين اسوي لها اكسيدوين بالبيروكسيسوم، فالبيروكسيسوم هي مساعده للميتوكوندريا باكسيديت وتحطيم الليبيد اللي تكون very long chain. فهذا الفاتي أسيد اللي هو very long chain فاتي أسيد تصير لخطوات الأكسيديشن العادية اللي تشبه البيتا أكسيديشن. أول شيء هاي مجرد مراجعة، الفاتي أسيد كو أي سينثيتيز إنزام يشتغل عليه يحوله من فاتي أسيد إلى أسيل كو أي، هاي أخذناها كلها بالليبيد. المهم وين حينتج الأكسيدنت؟ هذا الاسيل كو اي من يشتغل عليه الاسيل كو اي اوكسيديز، دائما دائما اكو اوكسيديز بالموضوع لان هي عمليه اكسيد فينتج الفري راديكال. مو هنا مو شرط فري راديكال، ينتج الهيدروجين بيروكسيد ال H2O اللي هو مو فري راديكال لكن فيري رياكتيف يعتبر برو اوكسيدنت. اذا انتاج البرو اوكسيدنت ال H2O راح تكون بهاي الخطوه، انه الاسيل كو اي يشتغل عليه الاسيل كو اي اوكسيديز يحوله الى انويل كو اي فينتج H2O2. باقي الخطوات هي خطوات بيتا اوكسيديشن عاديه ما تنتج، باقي الخطوات ما تهمني. احنا تهمنا الخطوه اللي تنتج لي برو اوكسيدنت اللي هي هاي الخطوه اللي هي الاسيل كو اي تحول الى انويل كو اي بالاسيل كو اي اوكسيديز. وين موجود هذا؟ بالبيروكسيسوم. اذا نلاحظ انه الاسيل كو اي اوكسيديز اذا الانزيمات اللي داخل البيروكسيسوم اللي ممكن تنتج رياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي تكون برو اوكسيدنت، عندك الاسيل كو اي اوكسيديز يتقسم الى انواع، البالميتويل كو اي اوكسيديز السبستريت مالته لونج تشين فاتي اسيد او حتى فيري لونج تشين فاتي اسيد هذا زين يعني يشتغل عليه اللي هو هذا اللي نقصد به احنا، هم ايش ينتج H2O2. البريستانويل كو اي اوكسيديز يشتغل على برانشد تشين فاتي اسيد، الفاتي اسيد مو بس اللونج تشين حتى اللي تكون متفرعه برانشد تشين مثل هذا البريستانويل كو اي همنا الاكسده مالتها تكون بالبيروكسيسوم، فعن طريق هذا البريستانويل كو اي اوكسيديز انزيم هم تنتج H2O2. وتراي هيدروكسي كوبروستانويل اوكسيديز اللي هو بايل اسيد انترميديت هم يتاكسد بالبيروكسيسوم وينتج. اذا اسيد لا تلاحظون هي مجرد شغله تعداد، يعني ذولي مجرد انزيمات امينو اسيد اوكسيديز
يشتغل على ذني الأمينو أسيد، يشتغل على البرولين، أسبارتيت أوكسيديز، هيدروكسي أسيد أوكسيديز، شكو أوكسيديز إنزيم جاي يشتغل بالبروكسيزوم دي ينتجين H2O2، مجرد تعداد ما بيه في الشغل الشرح. هذول اللي يختلفون، عندك الزانثين أوكسيديز والنتروك أوكسيد سينثيتيز. هذا الإنزيم الزانثين أوكسيديز بشغلتين، مرة يوجد بالسيتوبلازم، سيتوبلازم وهسه راح ناخذه، واحنا اصلا اخذنا هنا اذا تتذكرون قلنا انه الزانثين اوكسيديز وين يوجد؟ بالسيتوبلازم. لكن اكو فورم يسموه بيروكسيسومال زانثين اوكسيديز، يوجد وين هذا البيروكسيسومال؟ مو بالسيتوبلازم، راح ينوجد بالبيروكسيسوم. فهذا يشتغل على الزانثيني اكسيدي، هنا شي ينتج هذا مميز، يعني هذا مميز ينتج السوبر اوكسايد الـ O2 شحنة سالبة. هذا اذن الزانثين اوكسيدي، اذن كل البقية جاي ينتج H2O2، هذا ينتج سوبر اوكسايد زانثين اوكسيدي البيروكسيسومال. وايضا اكو نتروك اوكسايد سينثيتيز يشتغل على الارجينين، يكون نتروك اوكسايد اللي هو طبعا نتروك اوكسايد يعتبر فري راديكال، هذا فريراد النيتروك أوكسيد سينثيتيز. إذن كل اللي دي يصد بالبيروكسيزوم أكو مجموعة إنزيمات ذني أسمائهن أغلبهن بيهن اسم أوكسيديز، فهذا الأوكسيديز إنزيم جاي أكسيد مادة، كل إنزيم إلا فد مادة معينة، يا أما ينتج H2O2 اللي هي أغلبهن ما عدا الزانثين أوكسيديز ينتج السوبر أوكسيد، والنيتروك أوكسيد سينثيتيز ينتج النتريك اوكسايد. زين، فهو هنا نشوف انه اكو ميتابولايت، هاي الميتابولايت دخلت الى البيروكسيسوم، اشتغل عليها اوكسيديز انزيم، انتج H2O2، هذا ال H2O2. زين، اكو هذا ال H2O2 الهيدروجين بيروكسايد في بعض الاحيان ممكن انه شنو هذا ال H2O2 يشتغل عليه، شنو وسائل الدفاع؟ هسه هنا راح نشرح هم بعض الوسائل الدفاعية بالموضوع. هسه احنا مو يعني تم انتاج H2O2 من الاوكسيديز، يشتغل عليه الكاتاليز، هذا بعدين راح ناخذه بس من هسه حنشرح الكاتاليز والGPX اللي هو جلوتاثيون بيروكسيديز. هذول الكاتاليز والجلوتاثيون بيروكسيديز انتي اوكسيدنت، يعني مضادة، راح تتخلص من ال H2O2 تحوله الى H2O2، يعني تخلصت من الاوكسيدنت اللي هو H2O2 حولت الى H2O2 الكاتاليز والGPX. نفس الوقت انا داخل البيروكسيزوم ممكن ادي هذا، قلنا الانزيم NOS النيتريك اوكسايد سينثيتيز اللي هو يصنع النيتريك اوكسايد منين؟ من الارجينين، وراح ناخذه شلون يصنع النيتريك اوكسايد سينثيتيز. يستخدم الارجينين لتصنيع النيتريك اوكسايد اللي هو الفري راديكال، واللي هو ممكن شنو يطلع للخارج ويسوي اكسده، او يتحول الى هذا السوبر اوكسايد O2 السوبر اوكسايد راديكال، او يطي هذا البايروكسي نايتريت راديكال. زين، اما بالنسبه للسوبر اوكسايد هذا، بس ثواني، هذا السوبر اوكسايد شلون ممكن اتخلص منه؟ يشتغل عليه هذا الانزيم المنغنيز، او يعني كوبر زيت ان اس او دي. الاس او دي شنو؟ اس او دي هو سوبر اوكسايد ديسميوتيز، هم راح ناخذه بعدين. هذا السوبر اوكسايد ديسميوتيز هم يعني انتي اوكسيدنت، حاله كحال الكاتاليز والجي بي اكس. هذا يتخلص من الـ O2، يعني يحوله من فري راديكال إلى شنو؟ إلى H2O2، إلى H2O2. حتى الـ H2O2 يشتغل عليه الكاتاليز ويتحول، والجي بي إكس واللي يتحول H2O2. يعني القصد من هاي السايكل اللي دي نشوفه إنه أني داخل البيروكسيزوم عندي إنزيمات مثل الأوكسيديز إنزيم ومثل النيتريك أوكسايد سينثيتيز جاي تنتج فري راديكالز، أو تنتج أوكسيدنت مثل H2O2 مثل NO2، هذني اللي هن الأوكسيدنت، وأكو يتخلصن من عدن مثل الكاتاليز
جي بي اكس سوبر اوكسيد ديسميوتيز. زين فهاي الميكانيزم اللي جاي يصير. زين هذا زين سلايد 14. اكو عندي سورس ثاني اللي هو الناد بي اتش اوكسيديز. ناد بي اتش اوكسيديز وين موجود بالحقيقه؟ بالبلازما ممبرين. ناد بي اتش هذا بالبلازما ممبرين. هذا وين موجود؟ ان نيوتروفيل اوكسيديتيف بيرس بس اولسو ان ماني اذر. احنا نعرف النيوتروفيل هي شنو؟ هي خلايا دم بيضاء واللي هي دفاعيه. شلون تدافع؟ شلون تقتل البكتيريا؟ لازم عندها فد مصدر لانتاج الفري راديكال. ما دام هي خليه دفاعيه اذا لازم عندها اوكسيديتيف بيرست، يعني فد مصدر لانتاج الفري راديكال حتى تقتل البكتيريا. فشنو الميكانيزم شلون دا يصير بيها؟ لازم عندها ناد بي اتش. هذا الناد بي اتش احنا الناد بي اتش منين نحصله؟ تذكرون ناد بي اتش منين حصله؟ من الشنت باثوي، هيكسوز مونوفوسفات شنت باثوي، او سميناها البنتوز فوسفات شنت باثوي. هاي المحاضره، المحاضره السابعه اذا تذكروها بالكورس الاول، الكربوهيدرات البنتوز فوسفات شنت باثوي ينتج لي ناد بي اتش. يجي هذا الجلوكوز يتاكسد بالبنتوز فوسفات باثوي، يعني ينتزع منه سي او 2 فينتج ناد بي اتش. المهم ينتج ناد بي اتش. هذا الناد بي اتش يشتغل عليه الناد بي اتش اوكسيديز انزيم. زين ياكسدي، يعني شنو ياكسدي؟ ينتزع منه الهيدروجين فيحول الى ناد بي موجب. اثناء هاي العمليه ينتج فري راديكال، هذا الاكسجين راح يتحول الى فري راديكال السوبر اوكسايد. اذا الناد بي اتش اوكسيديز مجرد تنتج ناد بي اتش منين؟ من البنتوز فوسفات باثوي، من الجلوكوز. هذا الناد بي اتش بالاوكسيديز انزيم يتاكسد فيتحول هو الى ناد بي موجب، واثناء هاي العمليه ينتج او 2 السوبر اوكسايد راديكال. طبعا هذا سلايد رقم 15 ما داخل، رقم 16 داخل. زين السيتوبلازمك سورسز اوف رياكتيف اوكسجين. بالسيتوبلازم ايش عندي؟ بالسيتوبلازم احنا حكينا الزانثين اوكسيديز والنيتروك اوكسايد. زين احنا قلنا قبل شوي الزانثين اوكسيديز يوجد بالبيروكسيزوم ويوجد بالسيتوبلازم، والنيتروك اوكسايد ازوفون سينثيتيز. ذولا بالبيروكسيزوم وبالسيتوبلازم. هذا الزانثين اوكسيديز هم اخذناها بالنيوكليك اسيد، حيشتغل على الهايبوزانثين يحوله الى زانثين، ويشتغل على الزانثين يحوله الى يوريك اسيد. اثناء هاي العمليه ايش جاي ينتج؟ ينتج هم H2O2 وسوبر اوكسايد بالخطوتين. اذا هذا كلش سورس خطر للرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هو الزانثين اوكسيديز. ينتج H2O2 وسوبر اوكسايد بالخطوتين. اما النيتروك اوكسايد سينثيتيز اللي يكون لي النيتروك اوكسايد راديكال بثلاث انواع، نيورونال بالنيرف تيشيو، اندوثيليال بالاندوثيليال، واكو انديوسابل. انديوسابل بحالات معينه مثلا اكو انفلاميشن يتم انتاجه. فهذا الانزيم النيتروك اوكسايد سينثيتيز يصنع النيتروك اوكسايد راديكال. شلون؟ يجيب ارجينين ياكسده زين بوجود ناد بي اتش واو 2 يحوله الى هيدروكسي ارجينين، ونفس الشيء بوجود ناد بي اتش واو 2 يتحول الهيدروكسي ارجينين الى سترولين. اثناء تكوين السترولين ينتج هذا النيتريك اوكسايد راديكال. اذا مجرد النيتريك اوكسايد سينثيتيز حيشتغل على الارجينين، يحول الارجينين الى هيدروكسي ارجينين، وبعدين يحوله الى سترولين فينتج النيتريك اوكسايد راديكال. زين ال 16 ال 17 ما داخل، 18 ما داخل، 19 ايضا ما داخل، العشرين داخل. نكمله بالجزء الجاي ان شاء الله.